السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله مساءكم، مرحب بكم في حلقة جديدة. في هذا الدرس إن شاء الله سنتطرق فيه إن شاء الله إلى طريقة منع تلقي الإشعارات الخاصة بالمواقع على حسابنا على الفيسبوك. فكما نعلم جميعا فظهرت هذه الخطوة مسبقا على في الآونة الأخيرة على حسابات، ذلك من خلال الاشتراك في بعض المواقع، تقوم بالنقر على الجرس، بعد ذلك تقوم بتلقي الإشعارات التي تأتيك على حسابك على الفيسبوك، وبعض الأحيان تقوم بإزعاجك كما تلاحظ هنا. هذه هي الإشعارات، سأقوم إن شاء الله بهذا الدرس بطريقة إزالتها فهي سهلة. بعد الذهاب إلى سيتين ستقوم بإجراء الخطوات التالية. بالنزول الى الاسفل، شو ديفايس سيتنج كما تلاحظ معي، بعد ذلك تنقر على كونتاكت سيتنج، ثم ستقوم بالذهاب الى البحث على الامر التالي. كما تلاحظ هذا هو الامر انتيفيكيشن، تقوم بالنقر هنا على هذا الخيار. ستجد هنا المواقع التي تقوم بتلقي الإشعارات، فإذا لاحظت هنا كورس شومز كما تلاحظ هذا هو الموقع، سنقوم إن شاء الله في عملية البلوك كما تلاحظ، فهذا الموقع تم عمل له بلوك، هنا ستختار أيضا بلوك، تقوم بتغيير اللو من اللو إلى بلوك على هذا النحو، نفس الشيء هنا تم عمل بلوك، نفس الشيء هنا ستقوم بالنقر عليها ثم تقوم بتغييرها إلى بلوك على هذا النحو، وبهذه الطريقة يمكنك أن تقوم بمنع الإشعارات. أما إذا كنت تريد أن تقوم بتلقي الإشعارات يمكنك أن تقوم أن تتركها كما هي، فأنا أريد أن أتلقى الإشعارات، سأقوم باختيار نفس الخيار، سأتركه نفس الشيء كما تلاحظ معي هنا. إذا كنت تريد أن تقوم بإزالة هذا تلقي الإشعارات يمكنك كما قلت أن تقوم بتغيير اللو إلى بلوك بطريقة سهلة جدا، بعد ذلك تنقل على دون وتختار هذا الخيار، ثم بعد ذلك تقوم بغلق المتصفح الخاص بك. فالطريقة سهلة للغاية، كل ما عليك فعله هو أن تقوم باتباع الخطوات التي شرحتها لك، وإن شاء الله ستقوم بالتخلص من هذه الإشعارات نهائيا بدون استخدام أي برنامج أو شيء من هذا القبيل. وإلى هنا أكون قد انتهيت من هذا الدرس. إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الإعجاب بالفيديو وكذلك الاشتراك بالقناة، وشكرا على المتابعة، إلى دروس قادمة إن شاء الله.